حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ملاعب الناشئة، كما عودناكم في كل حلقة بتغطية الأحداث الرياضية التي تقام على مدار الأسبوع. خلونا نتابع وياكم أبرز هذه الأحداث في حلقة اليوم. المراحل السنية في كرة القدم مستمرة بإثارتها، غطينا لكم في هذه الفقرة أبرز المباريات، خلونا نشوفها وياكم. خسر فريق النصر مباراته أمام فريق الشارقة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات كأس الأشبال تحت 14 عاما لحساب المجموعة الرابعة في المباراة التي أقيمت بينهما بالشارقة، وجاءت المباراة حافلة بالإثارة والتقلبات، إذ أظهر الشارقة سريعا نيته الهجومية بعد أن سجل هدف التقدم في الدقيقة الثانية من اللقاء بواسطة سلطان نبيل، قبل أن يتعادل العميد في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول عن طريق عبيد سالم لينتهي الشوط الأول بالتعادل إيجابي. وفي الشوط الثاني ظهرت أفضلية النصر الذي بدأ واضحا أنه يريد إدراك هدف التقدم، ولكن الشارقة أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 72 من ركلة جزاء أحرزها كابتن الفريق سيف عبيد. بعدها احتسب حكم اللقاء 3 دقائق كوقت بدل من الضائع، ثم أطلق صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز الشارقة على النصر. طبعا مثل ما شفنا وياكم هذه المباراة المثيرة اللي جمعت الشارقة والنصر على ملعب الشارقة، طبعا هذه المباراة في بداية مشوار الفريقين في بطولة كأس الأشبال تحت 14 سنة، طبعا انتهت بفوز الشارقة بهدفين مقابل هدف. ويانا الحين محمد بيات لاعب فريق الشارقة. محمد نقول لكم مبروكين، قدمتم مباراة جدا جميلة، لكن شو تبي تقول بمناسبة هذا الفوز؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر المدرب والجهاز الفني على اتوقع ادينا مباراه طيبه، وشغالين من شهر 7 في معسكر عندنا في صربيا، اتوقع كله من كابتن جمعة ربيع، هو اللي علمنا كل شيء، سوى طورنا. زين محمد، انتم متصدرين في الدوري، اليوم اول مباراه لكم في الكاس، لعبتوا فريق النصر، يمكن انتم والنصر من اقوى الفرق اللي بتكون في المجموعه، لكن كيف تشوفون انتم حظوظكم في بطولة الكاس؟ الحمد لله الله وفقنا في المباراة، ما نركز عن مباريات الكاس، نركز على المباراة اللي عقبها، خلصنا من مباراة النصر نفكر في مباراة بني ياسر. ايضا بعد ويانا لاعب اخر من فريق الشارقة، اللاعب سيف الكعبي. سيف كابتن الفريق، كنت اليوم مميز في نص الملعب، شو تبي تقول حق ربعك بعد هذا الفوز؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احب اشكر المدرب والجهاز الفني واللاعبين على هالاداء، وان شاء الله القادم افضل. سيف، كيف تشوفون انتم مستواكم اليوم؟ يأهلكم انكم تكونون ابطال الكاس؟ الحمد لله نحن الحين متصدرين المجموعه، وهذا يعطينا دافع عشان نتأهل. زين، كيف تشوفون مستواكم اليوم؟ هل انتم راضين عن مستواكم كلاعيبه ام عندكم اكثر من هذا المستوى؟ راضين مستوانا، لكن بعد عندنا افضل مثلا اسبوع. كنتوا خايفين شويه من النصر؟ كان في خوف؟ لا ما في خوف، بس اول مباراه نلعب على هالملعب، الحمد لله ادينا.
طبعا كان هذا هو حديث لاعبي فريق الشارقة بعد هذه المباراة. أما بالنسبة للطرف الثاني فريق النصر، كان ودنا أن نلتقي معهم لكن اعتذروا عن الظهور معنا سواء على جانب اللاعبين أو حتى على الجهاز الفني أو الإداري. لربما هما معترضين كثير على القرارات التحكيمية اللي كانت في المباراة، ويدعون بأن هذه هم كانوا سبب في خسارتهم واحتساب ركلة جزاء غير صحيحة لفريق الشارقة. لكن نحن لسنا بحكام، إنما هذا رأي لاعبي فريق النصر. إذن ألف مبروك لفريق الشارقة وهاردك لفريق النصر، من تمنياتنا لهم بالتوفيق للمباريات القادمة. حقق فريق العين فوزا مهما على حساب مستضيفه شباب الأهلي دبي، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب النهدة رقم 2 ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور الناشئين الذي ينظمه اتحاد الكرة لفئات الناشئين تحت 16 سنة. وكان شوط اللعب الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وأحرز ثنائية الزعيم عيسى خلفان وخالد صالح السعدي، في حين سجل هدف الفرسان الوحيد اللاعب حميد غريب. وبالنتيجة يرفع العين رصيدة من النقاط إلى 15 نقطة بالمركز الثاني خلف النصر المتصدر برصيد 18 نقطة. الحمد لله المباراة خذينا 3 نقاط، كانت مباراة صعبة فعلا، خاصة نحن الحين مرحلة التعليم، نحاول نعلم الصغار لعبة كرة قدم الحقيقية، خاصة اللعب اللي كانوا متعودين السنة طافت كانوا يلعبون كرة طويلة. السنة هذه اختلف تماما، وفي تغيير مدرب، اننا حنحاول نلعبهم كرة حديثة، والحمد لله قدروا يطبقون الحين، لو نقدر نقول 30 او 40%، وان شاء الله بنوصل 100% ان شاء الله خلال المباريات القادمة ان شاء الله. نتريى منهم اكثر وعندهم امكانيات اكثر، بس قلنا لك يبالى فتره لما يتعودون ان شاء الله على الكره، لان تعودوا السنه طافت سنه كامله يلعبون كره طويله، والحين بدا يلعبون كره تحت، وان شاء الله من مباراه لمباراه الافضل ان شاء الله. الحمد لله على كل حال، كانت مباراه جاريناها مثل ما تقول، كانت صعبه دقائق اخر 20 دقيقه، الحمد لله على الفوز ان شاء الله. هالفوز 3 نقاط، صح انه بنكون منافسين لحد الحين، نحن فريق متصدرين الحمد لله على كل حال. يعني 3 نقاط مهمه هي طبعا. كنا مقدمين مباراه جيده جدا وما حالفنا الحظ، كنا حاطين في بالنا ان احنا بنفوز، لان احنا نشوف فريقنا الافضل، لكن الحظ تقدر تقول ان الحظ ما حالفنا في المباراه. ان شاء الله نقدم مباراه جيده في المرات الجايه. بالنسبه للمباراه نتيجتها بصوب واداء بصوب. انا ما اشتغل، نحن في النادي ما نشتغل على الفوز كثر ما نشتغل على التطوير. همنا الاول ان احنا نطور اللاعبين، ولله الحمد الفريق من بدايه الموسم لليوم فرق كبير في ادائهم، ولكن النتائج راح تيجي قدام. اهم شيء نحن مستقبل ندعم الفريق الاول بعناصر قادره ان هي تثبت كلاعيبه اساسيه في الفريق الاول ان شاء الله في المنتخبات. الهدف هذه السنه بالنسبه للمجموعه هذه التطوير وليس البطوله. انا ما بهدفي البطوله، هدفي اني اطور هاللاعبين ان يتمكنون من اللعب الجماعي، لان بديت وياهم انا المجموعه هذه كانوا يفتقدون للعب الجماعي. انا اهم شيء عندي اليوم اطورهم باللعب الجماعي، ونيه البطوله خير وبركه، ولكن اهم شيء انهم يتطوروا. ممكن انك انت تجيب بطوله، ولكن شو التطوير اللي خذ اللاعب، شو التعليم، شو المعرفه اللي انت نقلتها للاعب، هذا اهم شيء، اهم من انك انت تجيب بطوله. تمكن فريق الحمرية من الفوز على فريق النصر ب3 أهداف مقابل هدف واحد في بطولة كأس الشباب التي أقيمت على ملعب نادي الحمرية.
حيث انتهى فيها الشوط الأول بتقدم الحمرية بهدفين بعد بداية حذرة كانت بين الطرفين، خاصة من جانب فريق النصر الذي أكثر لاعبوه من التحضير وأفضلية للفريق المضيف من ناحية التنظيم والاستفادة من الهجمات المرتدة. وفي الشوط الثاني واصل فريق الحمرية من تفوقه على النصر وأحكم سيطرته على المباراة مضيفا الهدف الثالث له بعد أن قدم أداء جيدا في جميع الخطوط مستفيدا من ضعف الفريق الضيف. ومع نهاية المباراة أحرز النصر هدفه اليتيم ليعلن بعدها الحكم بدقائق عن النهاية بتفوق الحمرية بثلاثية في شباك النصر. الحمد لله على الفوز. طبعا نحن الحين بداية موسم، الرتم شوي شوي يصعد، بس لينا الحين راضين الحمد لله، وفي الأفضل يعني من الحمرية. إن شاء الله ناويين على الدوري والكاس بإذن الله. الحمد لله الموسم اللي طاف كنت أساسي، وهالموسم يعني المدرب خلق منافسة في الفريق، لازم المنافسة تكون موجودة بين اللعيبة عشان كل واحد يعطي أحسن ما عنده. والحمد لله وإن شاء الله بالمجهود بنرد الملعب. وربعنا ما قصروا، اللي يدخل بدالي وأنا نفس الشيء يعني، أهم شيء نخدم الفريق. الحمد لله الفوز وربعنا يستاهلوا صراحة ما قصروا. وبداية بطولة جديدة إن شاء الله، ونحن نطمح يعني خلاص فزنا هالمباراة نفكر في الجاي. مرحلة وتعدي نفكر في الجاي، نفرح اليوم وباكر وخلاص من بعدها نفكر في مباراة الكاس اللي هي ضد بلحسن المباراة الجاية. واللعيبة صراحة يستاهلون، وهارد لك فريق النصر لعيبة صغار بعدهم أقل خبرة على أكثر ربعنا، فقدموا مباراة زينة الحمد لله. والله السنة إن شاء الله ناويين على البطولتين، لأن عندنا مجموعة زينة من اللعيبة ما شاء الله، كواليتي لعيبة زينين، وعندنا يعني دكة تخدم الفريق حق إن احنا نلعب بطولتين، ننافس على البطولتين، فاحنا نطمح وحدة وحدة. هارد لك في الاخوان اللعيبه ومبروك لنادي الحمريه. الحمد لله نحن لعبنا ودينا وسوينا اللي علينا، بس الحمد لله يعني ظروف المباراه وظروف اللي نحن فيها في الفريق ما قدرنا يعني. الحمد لله على كل حال نادي الحمريه قدم اللي عليه ونحن قدمنا اللي علينا، والحمد لله كانوا يستاهلون الفوز. ان ظروف المباراه مثل ما قلت لك، ان ظروف المباراه يعني امس لاعبين مباراه واليوم يعني عندنا نحن دوريا، فيعني هذا الموضوع يعني ما نقدر يعني ظروف المباراة يعني وظروف الفريقنا ما في لعيبة يلعبون يعني نص اللعيبة يلعبون 90 دقيقة 90 دقيقة، هاي ظروف المباراة نحن عدنا أكثر الحمد لله على كل حال يعني. وسط نجاح فاق كل التوقعات لبطولة كأس شباب الإمارات لكرة قدم الصالات في نسختها الأولى، والتي يشرف عليها مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع مراكز ناشئة الشارقة، حقق فريق الظفرة فوزا مستحقا بنتيجة 3-2 على فريق الذيد في المباراة الافتتاحية، حيث قدم الفريقان أداء قويا غلب عليه الطابع الهجومي، خاصة من جانب فريق الظفرة الذي استطاع إرباك دفاع الذيد كثيرا، ونتج عن ذلك ضربة جزاء سددها لاعبه محمد خالد في الدقيقة 16 من زمن اللقاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الظفرة بهدف. وفي الشوط الثاني استمر الأداء سجالا بين الفريقين حتى تمكن الظفرة مجددا من تسجيل هدفين سريعين عن طريق اللاعب راشد جمعة وجميل منصور في الدقيقة 10 و12 من الشوط الثاني، ليعود بعدها الذيد بقوة ويتراجع أداء الظفرة ويقوم بتسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة، ويطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة بتقدم الظفرة على الذيد. والله أول حاجة افتتاح جميل جدا جدا، وبدأ باستقبال للفرق والحمد لله يعني، فمباراة افتتاحية كانت جميلة جدا جدا وغوية من طرف الظفرة ومن طرف الزيت. بالنسبة للمباراة يعني فريق شباب يعني مستقبل الأمارات، فالمباراة يعني جميلة جدا جدا من ناحية الزيت ومن ناحية فريق الظفرة، كان في تكافؤ شديد جدا جدا بين الفرقتين يعني. وأقول للظفرة مبروك، وأقول لفريق الزيت هارلك في المباراة القادمة إن شاء الله. عن افتتاح والله كانت افتتاح جيد جدا، وعن مباراة كانت صعبة. ألف مبروك لفريق ظفرة، وهارد لك فريقنا، كان مباراة حلوة وكان صعبة بين فريقين، كان صعبة بين فريق الظفرة وفريقنا.
والحمد لله على كل حال. نحن اول سنه نشارك في هالبطوله، ناشد ذيت صالات اول سنه نشارك في هالبطوله، ونادي الظفرة ناشد الظفرة يعني من زمان تشارك بطولات، وهاي كنا يعني متاكدين انها مباراه تكون صعبه، يعني ما كنا متوقعين ان المباراه تكون سهله. اول شيء بس احب اشكر البطوله اللي مسوينها لدوره الشباب لاول موسم، وثاني شيء احب اشكر كل المسؤولين اللي نظموا البطوله، مبارك لهم ومبروك حق فريق الظفره وهاردك حق فريق الزيد، وبالتوفيق للجميع فرق الموجود ان شاء الله. من المباراه الاولى الحمد لله كان في مستوى فني جيد. انا اشكر الانديه اللي حضرت للبطوله، اشكر نادي الظفره واشكر نادي الزيد في المباراه الاولى، اشكر ناشئه الشارقه اللي كان يعني خضنا لعيبه كثيرين تاسسوا في صالات الناشئه هذه لمده 10 سنوات في دوري الناشئه، هم الان هذه البطوله نتاج من نتاجات هذه البطوله، وفي مستوى جيد في المباراه الاولى، يبشر ان في مستويات افضل ان شاء الله في البطوله باذن الله. نحن نشوف هذه بطوله وليده، نتوقع ان يكون فيها بعض الملاحظات وهذا شيء طبيعي، احنا ندون هذه الاشياء اول باول، ومن الطبيعي ان اي بطوله يكون فيها ملاحظات، نسعى ان نحن نتلافاها، وبتكون ان شاء الله بطوله قويه في المراحل القادمه، وعلى مستوى 5 اسابيع راح نكون نشهد مستوى عالي باذن الله. تنطلق دوريات المراحل السنية لكرة الطائرة بمباريات عديدة ومثيرة، خلونا نشوف وياكم أبرز هذه المباريات اللي غطينا لكم إياها. في بطولة الدوري العام لكرة الطائرة لفئات الشباب، استطاع فريق عجمان من تحقيق الفوز على شباب الأهلي دبي بنتيجة 3-2 بعد أداء قوي بين الفريقين على مدار المباراة، التي شهدت تقدم فريق شباب الأهلي دبي في الشوط الأول بنتيجة 25-19، وفي الشوط الثاني تفوق عجمان بواقع 25-10، وحافظ على تقدمه كذلك في الشوط الثالث بنتيجة 25-22، ليفرض سيطرته بعد ذلك على مجريات المباراة، إلا أن شباب الأهلي دبي عاد مجددا وحقق الفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25-17. وفي شوط الحسم الأخير قام عجمان بتنظيم صفوفه وفرض نفسه في المباراة، خاصة من ناحية قوة الإرسال، واستطاع الفوز ب 25-11 على فريق شباب الأهلي دبي. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك الفريق عمان، صراحة الشباب ما قصروا، لكن التقصير منا نحن، يعني في شباب ما يجون تمرين والتأخيرات في التمرين وهذا، لكن سووا اللي عليهم، بس في الكرة الأولى عندهم والشوت ما قام يخلص وهذا، فإن شاء الله من المباراة الجاية إن شاء الله كل مباراة بتكون خاصة إن شاء الله، وصراحة الفريقين ما قصروا اليوم. بالمناسبة للعيبة على جهودنا يعني على الجهد اللي سويناه، والتمارين الكابتن ما قصر ويانا الحمد لله، ويبان نكون احسن يعني من المستوى يعني احسن من الحين. المباراه كانت عاديه يعني، بس المشكله من اللعيبه يعني ان عندنا نواقص في اللعيبه، فهذا شيء يعني عادي نلعبها يعني في المباريات، هم متوقعين يعني. طموحاتنا طبعا احنا عاوزين نحقق نتيجه كويسه، لكن عندنا ظروف كتير قوي في الفرقه، لعيب مصاب عنده قطع في الرباط الصليبي، 3 في الخدمه الوطنيه، فزي ما حضرتك شفت النهارده الفرقه بتلعب 7 لعيبه منهم 4 ناشئين، فطبعا انجاز بالنسبه لهم النتيجه بتاعت النهارده. انا بشكرهم على الاداء بتاعهم في الملعب، ادوا بالرجوله، ونتمنى ان شاء الله نعمل نتيجه كويسه السنه دي ونحقق بيها مركز، لان احنا السنه فاتت حققنا مركز كان يليقش بالفرقه، مركز ثامن، نتمنى السنه دي نلعب على ميداليه ان شاء الله. ينظم اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو نهائي كأس عام زايد للجودو وسط مشاركة واسعة من جميع اللاعبين المسجلين في أندية الدولة، خلونا نشوف وياكم منافسات هذه البطولة ومن سيحقق الذهب.
ضمن استراتيجيته الرامية لتطوير لعبة الجودو، نظم اتحاد المصارعة والجودو بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي بطولة كأس عام زايد للجودو موسم 2018-2019 بنادي الشارقة، والذي احتفظ فيه نادي كلبابي لقب الكأس بعد منافسة قوية من جميع الأندية. طبعا نحن موجودين الحين في أثناء منافسات البطولة، لفت نظرنا أحد اللعيبة يمكن يستخدم أسلوب معين للتركيز للمباراة، الظاهر أنه قاعد يسمع أغاني، لكن خلونا نروح نشوف شو ياسي يسمع، خلونا نتعرف عليه. تعال كون السلام، إيش حالك؟ أول شيء عرفنا عليه. أنا اسمي اللاعب أحمد جاسم سيف تميري، لاعب نادي كلبا. أحمد شو ياس تسمع؟ غان بعشي. زين ما علي خبرنا شو ياس تسمع؟ أسمع جنبي للبوم. أنا أجنبية. توك عاطر بيعك السماعة نفس الأغنية كان يسمع؟ زين ليش تسمع أغاني؟ تبى تركز أكثر؟ عشان بعد شوي أنسى البطولة ويروح التوتر. زين شو رأيك في منافسات البطولة؟ عشو ناوي اليوم؟ الحمد لله في منافسات بين النوادي الثانية. في مستوى لين الحين ظهر؟ إيه الحمد لله في مستوى. يعني بطولة صعبة؟ إن شاء الله الحمد لله هي بطولة صعبة. زي بالتوفيق إن شاء الله. الله يوفقك. شهدت مشاركة 18 نادياً وأكثر من 400 لاعب لفئات الناشئين والشباب وتحت 21 سنة، وجاء تتويج فريق اتحاد كلبا بلقب البطولة الغالية برصيد 7 ميداليات، منها 4 ميداليات ذهبية و3 برونزيات، وحلف المركز الثاني فريق نادي الفجيرة برصيد 7 ميداليات ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات، وجاء في المركز الثالث فريق نادي الجزيرة بذهبيتين وفضيتين وبرونزية. إن شاء الله بنستفيد، المستوى حق كل الناس زين الحمد لله، العيال كلهم طيبين وهذا، والأداء جيد مستوى عالي الحمد لله، إن شاء الله الأول. إن شاء الله أنك تأخذون الأول اليوم. ويا غير لو سألتك عن شو الاستفادة اللي تستفيدون مثل هذه البطولات، خاصة أنت اليوم تتكلم جميع اللاعبين اللي مشاركين في جميع أندية الدولة للجودو موجودين اليوم قاعدين تلعبون مع بعض، شو تستفيد من هذه البطولة؟ نستفيد نتعرف على الناس والدفاع عن النفس، إيش أي حد ولا أي شيء لما يجي عليك تتضارب مع أي حد تقدر أنك تدافع عن نفسك. زين البطولة هاي بترفع مستواك أنت كلاعب، تقدر تقيم نفسك يعني تقدر اليوم تقول أنك أنت تقدر تنافس على أي بطولة تعتبر بطل؟ إن شاء الله أقدر أنافس على أي بطولة، وترفع أكيد مستوانا كلنا كاللاعب والحكام وكلنا. اختتمت منافسات بطولة العين الدولية للجوجوتسو تحت 18 سنة، والتي قدم خلالها لاعب ولاعبات الإمارات أداء قويا مكناهم من حصد الميداليات الملونة ضمن المنافسات التي أقيمت على صالة نادي العين في مدينة العين، بمشاركة غير مسبوقة لأكثر من 130 فريقا من مختلف أنحاء العالم. بداية نحن نحب نشكر اتحاد العاب الجوجيتسو لتكليفنا باستضافة هذه البطولة في مدينة العين. حقيقة هذه البطولة بالنسبة لنا شيء كبير، ومثل ما شفت هذه احتفال أو كرفان احتفال يلتقي فيها الأسرة مع اللعيبة مع أبنائهم مع الإعلام مع الصحافة، فهذا دليل، هذا يسعدنا نحن قبل ما يسعد يمكن أولياء الأمور والطلبة. فحقيقة نحن سعداء باستضافة الحدث هذا عندنا، ونتمنى هذا الحدث يتكرر سنويا في مدينة العين. وكان فريق العين قد تصدر المشهد بحصوله على العدد الأكبر من الميداليات والنقاط التي وضعته في رأس قائمة الترتيب برصيد 1733 نقطة حصيلة 34 ميدالية ذهبية و28 فضية و29 برونزية، وعجمان في المركز الثاني برصيد 1269 نقطة من مجموع 22 ذهبية و17 فضية و23 برونزية.
إذا بضحك ب... 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 بصير خفيف. لو كنت جدي كنت ثقيل ما ب... يعني لو كنت بضحك هو خلص بقلب علي وبيفوزني، بس أنا لازم ما أضحك. بطولة من ضمن برنامج اتحاد الإمارات للجيجيتسو وجندتنا المحلية. البطولة يعني بغض النظر عن الجانب التنافسي سعيدين أن في تفاعل من الأندية، في تفاعل من أولياء الأمور أنهم يشاركون في البطولة. شفنا أعداد كبيرة أمس، تقريبا 1000 لاعبة من 4 سنوات لين 18. اليوم نفس الرقم نشوفه للأولاد. أنا أشوف أنه في تطور كبير في اللعبة، في تطور كبير في ثقافة رياضة الجيجيتسو. بالنسبة لنا كاتحاد الجانب التنافسي شيء مهم، لكن جوانب الأخرى والقيم الموجودة في اللعبة، تفاعل أولياء الأمور، هل تظاهرة اللي نعيشها أكثر من مرة في السنة من خلال أبنائنا ومن خلال البرامج الموجودة كانت في المدارس، أو الدور اللي تلعبه أندية وتتفاعل في منح اللاعبين فرصة في أنهم يشاركون. واليوم هاي حقيقة أن رياضة الجيجيتسو أو ثقافة الجيجيتسو بدأت موجودة في كل بيت موجود في الإمارات. الاهتمام بدأ يزيد من العائلة، من الأفراد بشكل عام، وبدأت الثقافة تكون حتى من 4 سنوات. اليوم شفنا لاعبين وايد في سن 4 سنوات و5 سنوات يشاركون في اللعبة ويلعبون بتنافس عالي وأيضا بانضباط عالي. وشهدت البطولة في موسمها الجاري إقبالا واسعا من اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات والأحزمة على ضوء قاعدة الممارسين في المدارس والمؤسسات واستقطابها العديد من الأندية الرياضية. وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام لنهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ملاعب الناشئة، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة وأحداث جديدة.